أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي أسس التربية من قناتكم قناة زاد العلمية. نحظى في هذا اللقاء وهو الدرس أو الحلقة الثالثة من الحديث عن المربي الفعال حول خصائص المربي الفعال مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد النغيمشي، أستاذ علم النفس التربوي والنمو وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام قديما ورئيس قسم علم النفس وصاحب المؤلفات العديدة بارك الله فيه حول علم النفس الدعوي والمراهقون وغيرها من تلكم المؤلفات. نحن سعداء جدا دكتور عبد العزيز، حياك الله. الله يسلمك، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. حقيقة أن كانت الحلقات السابقة هي من ما وفقتم إليه في فصلكم في كتابكم الجميل عن التفاعل التربوي، وتحدثنا في الحلقة الأولى عن القواعد ثم أشرنا للمجالات، واليوم نصيبنا وهي خاتمة الحلقات المتعلقة بالمربي الفعال الذي هو نعني به الأب وكذلك نعني به المعلم، ما يرتبط بقضية الخصائص. تحدثتم جزاكم الله خير في كتابكم الجميل والذي ينتظره الكثيرون، وكنت قبل قليل بلقاء مع مجموعة من الأساتذة يقول نبحث عن هذا الكتاب فلم نجده بعد في المكتبات، فقلنا لهم أن هناك حلة جديدة لهذا الكتاب قريبا إن شاء الله بإذن الله ينزل مع إضافات جميلة جدا. تحدثتم عن الخصائص المعرفية وذكرتم مجموعة من النقاط، تحدثتم كذلك عن الأسلوبية وكذلك عن قضايا الخصائص الوجدانية وغيرها من تلك الخصائص. لو بدأنا بها جزاكم الله خير دكتور حزمة حزمة، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييكم ورحب بكم في قناة زاد وأشكركم، وأيضا أرحب بالمشاهدين والمستمعين. نحن نريد أن نختصر، يعني ما نطول لأن الوقت أيضا ضيق يعني. طبعا نحن عندما نتحدث عن المربي أو عن عملية التربية معروف أنها في خصائص للمتربي، في خصائص للمربي، للمربي، وفي خصائص للمنهج. جميل. لأنه الأركان هي ثلاثة يعني. جميل. المنهج وهذا. ونحن هنا في المربي. ونحن هنا في المربي. جميل. لذلك لا يقول مثلا من المشاهدين أو الناس المستفيدين أنه طيب وين كذا وين كذا، احنا عارفين فيه أشياء كذا وكذا، لكن نحن نتحدث عن المربي، المعلم، عن المربي. جميل. فإذا جئنا إلى المربي ستجد هناك موضوعات عديدة تتعلق به، من أهمها أبرزها أكثرها تأثيرا فاعلية المربي. جميل. فاعليته، ما هو جامد، ما هو شخص جامد، مؤثر، لازم يكون مؤثر. جميل. لازم يكون فاعل في عملية، في العملية التربوية. فإذا أتينا إلى الفاعلية هذه كما ذكرت أنت قبل قليل ستجد لها مجالات، لها نظريات، أيضا أنا ذكرت بعض النظريات. صحيح. ولها أيضا يعني مثل ما نقول تمهيدات، ولها خصائص يعني لهذا المربي الفعال. إيش خصائص؟ خصائص تتعلق بالفاعلية. دعنا من الأشياء الثانية، ذكاؤه، مستوى فهمه وانتباهه، دعنا من هذه. جميل. أنا نتكلم عن الفاعلية وهي ذات أهمية كبيرة في التأثير. الأب لن يكون مؤثر، الأم لن تكون مؤثرة، المدرس لن يكون مؤثر، إمام المسجد لن يكون مؤثر إلا بخصائص من أهمها خاصية الفاعلية. جميل. أو موضوع إن صح التعبير، موضوع الفاعلية. طيب. جميل. الفاعلية هذه كخصائص أو كصفات خصال في المربي الفعال قسمتها أنا إلى أربعة أقسام، إلى أربعة زمر، زمر مجموعات قسمناها إلى أربع مجموعات: المعرفية والأسلوبية، المعرفية والأسلوبية والوجدانية والاتصالية. والاتصالية. وأن تلاحظ
طبعا هذا التقسيم ترى لا يعني الجمود عليه، احنا ايضا برضو فعالين، ما نريد يعني، هذا اقتراح وهو من اقرب الاشياء لتقسيمها، تصور يعني، بتصور مقترح من يمكن يجي واحد يقسم تقسيم اخر ممكن، لكن المهم ان نصل الى تحديد، الى نوع من الوضوح للخارطه. جميل. خارطه ايش؟ خصائص المربي الفعال. جميل. فناتي الى هذه، نقول لهذه الخصائص، ستجد انه الاربع مجموعات هذه او الحزم. الزمر او الحزم، حزمتين تتعلق بالداخل وحزمتان تتعلق ايش؟ بالخارج. الداخل فيه المعرفية اللي تتعلق بالفكر والعقل والمخزون، مخزون هذا يتعلق به من هذه الناحية، وكذلك الوجداني لأنه يتعلق بالوجدان، تعلق بعواطفه وانفعالاته ونفسيته الداخلية. أينا. اللي هو المربي، اللي هو مكونات الإنسان، عقلي ووجداني وحركي. أنت أخذت الجانب أنا ما أريد أن أدخل في هذه القضية. جميل. دعنا منها، احنا بس نقول أنه وجدانك ومعرفتك، هذه المجموعة الأولى والمجموعة الثانية أو المجموعتين الثانية الاتصالية أما الخارجي أو الظاهري فعندنا اتصالي. جميل. وعندنا أسلوبي. جميل. الأسلوبية والإيش؟ اتصالية. طيب لما نأتي نحن إلى الخصائص المعرفية وهي تتعلق بالمعرفة والمخزون المتعلق بالمربي، هناك ثلاث خصائص ذكرناها هنا. جميل. أولها الخلفية المهنية. جميل. معلوماته المهنية، إيش عنده من رصيد في المهنة؟ هو الآن مدرس، معلم، مربي، الأم مربي. نعم. طيب إيش عندها من رصيد في مهنتها كأم؟ بعض الأمهات قد لا يكون عنده رصيد كثير في هذا، ولا نقصد الرصيد فقط، ترى الرصيد المعلوماتي فقط، ولكن أيضا هي هل تفكر بتصرفاتها مع أولادها ولا ما تفكر؟ جميل جميل. فهذا جانب مهم. واتساع الثقافة، كلما كان المربي واسع الثقافة كان تفاعله مع المتعلمين واسع. جميل. فلما يدخل عليهم للتدريس، هل هو جامد على الرياضيات، جامد على فقط تخصصه العلوم، هل هو عنده جمود فقط في الفقه كونه مدرس فقه، ولا هو واسع ايش؟ تجده انه ربما يتطرق الى قضايا اجتماعيه وقضايا واقعيه اجتماعيه ادبيه، تجده في الشعر مثلا، تجده في الحكم، تجد في القصص، تجد في القران. نعم. تجده في كل شيء، في كل ثقافته، السياسه، الاجتماع. إذن يحمل ثقافة واسعة. واسعة، هذا له تأثير في التفاعل. بلا شك. الطلاب يتفاعلون مع المعلم اللي متصل بالعالم، متصل بالأخبار، متصل بالأدب، متصل بالشعر، وإذا كان رياضيات متصل بالقرآن، متصل بأشياء كثيرة. فهذا اتساع إيش؟ اتساع ثقافة. الثقافة، هذا له تأثير في الفاعلية. هل يمكن نقول ما قبلها هي الثقافة المتخصصة؟ طبعا بالنسبه للخلفيه المهنيه، هو 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 الثقافه المتخصص، هذا شيء مسلم انه اذا ما يكون جيد بتخصصه برضه مشكله، وقد يعاني التعليم بعض الاحيان من ضعف الجانب. نعم. التخصصي يعني والاكاديمي، التخصص مهم جدا. جميل. لكن الفاعليه تتاثر كثيرا بكونه ايضا ثقافته الواسعه العامه ايش؟ جميل. كبيره. النقطه الثالثه اللي هي المعرفه الواسعه بالطرف المقابل، بالطالب، بالمتعلم، بالابن. لما يكون الأب عارف ابنه المراهق، عارف ابنه الطفل الصغير. إذا سندخل هنا إلى قضية المراحل العمرية، وندخل قضية خصائص المرأة العمرية. الأم اللي تعرف طفلها هذا اللي عمره 6 سنوات ما هي مثل الأم اللي ما تعرفه طبيعته وكذا إلى آخره، تعرف طبيعته، بعدين تعرف الفروق بين أولادها، هذا عاطفي، هذا لا جاد. جميل. جميل. هذا مثلا هذا الطفل على سبيل المثال معاند مكابر، وهذاك لين يعني. إذا دكتور عبد العزيز، ممكن نقول في هذه النقطة تحمل قضيتين للمربي، أنه يحتاج أن يتعرف على خصائص المرحلة، دخوله على الطفولة مع الطفولة غير دخوله على المراهقة. نعم. وأيضا حتى في المرحلة المعينة هو معرفته كذلك بالفروق الفردية بين أصحاب المرحلة المعينة. يعرف الطرف المقابل، حتى الحين المعلم المدرس
إذا ما يعرف طلابه كيف يتفاعل معهم؟ إذا ما أنا أعرف هذا الطالب اللي اسمه علي، اسمه علي بن محمد علي مثلا، هذا الطالب أيضا عمره كذا، هذا الطالب طبيعته وطريقته في أيضا يستحي ما يستحي، شفت شلون؟ ووضعه الأسري، ووضعه الأسري وضعه جميل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعرف ويعرف من يتعلم على يديه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأن تعرف مثلا حديث الرسول عز وجل قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الحق عمر وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، نعم. وأقضاهم علي، نعم. وهكذا يعني تجد أنه وأقرأهم لكتاب الله فلان، ولكل أمة أمين هذه الأمة وغير هذا، هذه مثال واحد، وإلا فالأمثلة التطبيقات كثيرة. إذا التعامل دكتور، تعامل الأب مع الأبناء على أنه شريحة واحدة، وتعامل المعلم مع الطلاب على أنهم شيء واحد، هذا خطأ. نعم، لأن هناك فروق فردية لابد من مراعاتها. طبعا في فروق فردية، وفيه طبائعهم اللي تتعلق بمراحل النمو، وفي خصائصهم اللي متعلقة بهم هم بالذات، كل واحد لحاله. جميل. كل واحد لوحده. جميل. ثم لما أن تأتي إلى الوجدانية، حنا عندنا هذه خصائص معرفية. جميل. في خصائص الوجدانية ذكرنا خمس، هي أهم شيء. أمهات اللغة. أي نعم، الإخلاص أو ما نسميه الصدق، المصداقية. جميل. صادق مع المتعلمين، صادق معهم، يصدقهم، ينصح لهم، يخلص لهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان تلاميذه صلى الله رضي الله يعني عنه. يعني إذا الإخلاص هنا قد يكون متجه إلى العلاقة بالله، وقد يكون متجه إلى العلاقة بالناس. نعم، هو يعني يريد أن يقدم لهم شيء فيصدقهم، فيشعرون بصدقه، فيتفاعلون معهم. جميل. فيصير فيه فاعلية. جميل. ما هو جميل. ما هي سطحية الأمور، فيها عمق. جميل. العدل ما يجور عليهم، لا يجور على الأولاد، إذا حس الأولاد أو البنات من آبائهم من أمهاتهم بالجور، هذا يضعف الفاعلية. جميل. يضعف الطلاب، حاطين واضعين الأستاذ تحت أنظارهم، يميل لأحد على أحد، يقدمهم في الحديث أو المشاركة، يعطيهم درجات أكثر، يشرح لبعضهم أكثر من بعض، إلا بمبرر واضح. مبرر واضح، إذا صار المبرر واضح ما في مشكلة. نعم. لكن هكذا مقابل إنجاز معين، مقابل تميز معين مثلا، هذا لا مانع. لكن يتصرف تصرف فيه جور سينكشف مع الوقت. هذا العدل. إيه، سينكشف مع الوقت وانخفض الدافعية. جميل. قصدي تنخفض الفاعلية. الفاعلية. إيه. الأمانة، يكون أمين معهم، يحفظ أسرارهم، يشير على من يستشيره، ويكون الموضوع خاص. أيضا يكون ظاهر في سلوكه الأمانة، وهو يقدم لهم المادة العلمية، يتعامل معهم أيضا في الدرجات والاختبارات بأمانة، وما في غش، ما في تساهل بالغش أو تساهل مع أحد دون إيش؟ أي نعم، دون أحد. جميل. الأمانة مهمة، ولذلك كانت من أهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، الصادق، كان يسمى الصادق الأمين. الأمين، لاحظ الصفة الأولى الصدق، اللي هي الإخلاص. الإخلاص. جميل. والأمانة. فلذلك قال لو أخبرتكم أن خيلا، تذكر الحديث الذي يقول أصدق، قالوا نصدقكم، ما نصدقك، فكانوا يصدقونه ولا يجربون عليه كذب صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمانة، كان الصادق الأمين. والصفة الرابعة الجود. جميل. أن يكون جوادا كريما في وقته ماله مواساته، يعني يبذل لهم في أشياء كثيرة بالقدر الذي يستطيع طبعا، ويظهر هذا على سلوكه، يعني أن يظهر في تعامله وسلوكه أنه جواد، أنه كريم، فإن هذا يعني له انعكاس. الجود دكتور قد يكون جانبا ماديا، وقد يكون جانبا معنويا. جدا. نعم نعم. جميل. الرحمة هي الصفة الخامسة من الصفات
الوجدانية. جميل. وهذه الصفة كثير يركز عليها القرآن في صفات المؤمنين، في صفات الرسل، في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة الرسول لأنه هو القائد، هو القدوة، هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هو المؤثر والذي أثر، كيف أثر على الناس، شوف الآن تأثيره صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه من الصفات التي معلومة هي، حتى احنا ما يعني شو نوضحها بأكثر مما هي واضحة عندنا. فمن كان قاسيا، اي نعم، من الآباء والأمهات والمعلمين والدعاة، من كان قاسيا جافا عنيفا، شوف لا يلومن إلا نفسه عندما لا يجد تفاعل من الطرف الآخر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله قبل ذلك. لو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، ينفضون، ما يتفاعلون. الغريب دكتور عبد العزيز أن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، نعم، مع ما حصل في غزوة أحد، وتبقى هذه الصفة الأساسية. نعم. أنك يا محمد اللهم صل وسلم عليه لن تستطيع أن تكسب أصحابك إلا بالرحمة واللين، ولو كنت فظا غريض القلب لانفضوا من حوله. ولذلك هذا الاستخدام منه صلى الله عليه وسلم للرحمة التي هي صفته صلى الله عليه وسلم كسب العالم، كسب الناس، اللهم صل وسلم، حتى في المواقف الصعبة الشديدة يكون مثلا جايك ومعصب هذا المتعلم، فيجي ياخذ كل هذا التعصيب منه، من طرف المتعلم، وتجده ينقلب. وإذا كان ما أسلم يدخل في الإسلام، إذا كان ذا يلين ويتعلم ويستفيد. جزاك الله خير دكتور عبد العزيز، إذا كنت أذن لنا الله يحفظك. نحن بس ننوه الإخوة والأخوات عن السؤال التفاعلي اللي يظهر لكم أو ظهر لكم منذ فترة، ولعلنا نأخذ فاصل أيها الإخوة والأخوات ونواصل. بارك الله فيكم جميعا. أبناؤنا كسفينة في انتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل. عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا أيها الإخوة الأخوات مع خصائص المربي الفعال، الفاعلية التي أكدها الدكتور عبد العزيز ضيفنا الكريم، وهي ما يتعلق بقضية الشخص الفاعل المؤثر الذي نحن بمس الحاجة إليه في بيئاتنا الأسرية وفي بيئاتنا كذلك التعليمية وبيئاتنا التربوية. دكتور عبد العزيز، تكلمت عن قضية الخصائص المعرفية وتحدثت عن قضية الخصائص الوجدانية، ما زال هناك بعض الخصائص ولدينا أيضا بعض الحقيقة الاستشكالات التي نحتاج الإجابة عنها، لكن بعد الاستعراض باقي تلكم الخصائص بارك الله فيكم. يعني هو عندنا الآن اللي هي الخصائص الأسلوبية، وهمها أهمها خاصيتان. جميل. هما الأساليب غير المباشرة، استخدام الأساليب غير المباشرة. المباشرة والمداخل التمهيدية عند التدريس أو التعليم أو حتى عند الموضوعات التي يتم تناولها، أن يكون فيه تمهيد. فالطلاب والمتعلمون يتفاعلون مع المعلم والمربي الذي يكثر من استخدام الأساليب غير المباشرة. جميل. وكذلك من الذي يأخذهم بالتدرج، يعني في المعلومات، في الشروحات، في أيضا إعطائهم الموضوع الجديد. جميل. فهذه يعني خاصية الأساليب التمهيدية والأساليب غير المباشرة، هذه نعتبرها من الخصائص الأسلوبية اللي هي تنبني على حنكة المعلم والمربي والأب، وكيف يدخل للموضوعات. جميل. وكيف يقنع الطرف. إذا الطعم الذي يلقيه المربي لأجل أن يقدم ما لديه، يعني معنا هنا عندنا إطار وعندنا طعم، الجانب التمهيدي عبارة عن طعم، قد يكون قصة، قد يكون موقف، قد يكون سؤال، قد يكون نعم مثلا التمهيد. نعم، التمهيد يعرف له كما قلت المربون غالبا الذين يحدثون التفاعل، أنه يعني لا يأتي مباشرة إلى الموضوع بصعوبته وجدته وحداثته على الطلاب، فيعرف كيف يدخل. نعم. يا إما بالأسئلة، ها، يا إما بالقصة. جميل. يا إما بتجربة، إما بمثال أمثلة، بتمهيد سابق، يعني سبقا عرفوه وسهل عليهم فيدخل. جميل. إلى الموضوعات، شيء يحبونه، يعني لها علاقة بحدث معين مثلا، كلما كان شيء محبوب لا شك بيكون أفود وأفضل. هل يعني دكتور أن لما نقول الأسلوب غير المباشر، هل يعني أنه الأسلوب المباشر أقل تأثيرا من أسلوب غير المباشر؟ الانفراد الأسلوب المباشر مشكلة، يعني كونه أنت طريقك هو الإلقاء. يا سلام. تلقي أنت الذي تتحدث، أنت الذي تقول، هذه مشكلة. ولذلك يعني من أحوج الأشياء التي يحتاجها المربي أن يدخل مع المتعلمين، فقد تأتي المعلومة منهم. جميل. إحنا الآن وصل المعلومة بطريقة غير مباشرة. جميل. ها، لما أيضا يعلق الطالب، لما الطالب يستشكل، كل هذه أساليب غير مباشرة. الحين ما هو يجي يأتي بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم استشكالات، اللهم صل، ثم يعطيهم الدرس من خلال الاستشكال الذي استشكلوه، لأنه يحل لهم المشكلة. جميل. فإذا حل المشكلة انتهت الموضوع. جميل. عندما أيضا نطرح الأسئلة في 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 موضوع من الموضوعات، نحن هنا نستخدم أسلوب غير مباشر. غير مباشر. وعندما نعالج مشكلة خاصة أمام الملأ، فيأتي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام. جميل. نعم. هذا أيضا في 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 القضايا التي تتعلق أيضا بما يواجهونه أيضا من مشكلات أو خصوصيات أو تجاوزات الذي يحصل، فيستخدم أسلوب ما باله. جميل. ما باله أقوام. لكن ليست ليس فقط هذا الأسلوب المباشر، الأساليب المباشرة كثيرة. يعني مثلا أنت لو، وهذا الأساليب غير مباشرة، إيه طبعا. لذلك الآن في باب التعلم، وهذا موجود في كتاب علم النفس الدعوي، ذكرت عشرات الأمثلة من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في استخدام الأسئلة
وهذه طريقة غير مباشرة. جميل. هي طريقة غير مباشرة لاستخدام الأسئلة. الأسئلة. ما يجي يقول لهم الغيبة كذا كذا كذا. أتدرون ما الغيبة؟ يا سلام. ها؟ أتدرون من المفلس؟ طيب أليس كذا؟ أليس هذا الحديث؟ هو 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 هو. أتدرون من المفلس؟ ما أعطاهم الدرس مباشرة. جميل. وقال لهم الذي كذا هو كذا. لا. قال لهم أتدرون؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. هل هذا المثال على غير المباشر أم أنه على النقطة الثانية واللي هو جانب التمهيدي؟ لأن قد يقود البعض الحقيقة. ما عندنا مشكلة. عندكم نعم. قد يعني يصير بينهم اتصال. نعم ينفصلان وإيش؟ نعم. ويتصلان لأنه جميل. هالشيء تقريبا إحنا قلنا لما قلنا التقسيم. جميل. التقسيم ليس إيش ضربة. نعم. لازم ما هو يعني لكن فعلا بعض المرات يتميز هذا عن. جميل. عن هذا. هو الأهم نقطة أنه لا ندخل في القضية مباشرة. نعم. وأيضا. أن ننوع في الأساليب وبالذات الأساليب غير المباشرة بالضبط هكذا وغالبا لما نقول تمهيد شوف لاحظ معي لما نقول تمهيد معناته أنه الآن درس جديد جميل أو توج الآن دخل المدرس إلى الفصل الموضوع اللي عند الأمة وعند الأب وعند المتحدث في المسجد عنده موضوع جديد بيطرحه فلازم يسوي له تمهيد ففي الغالب التمهيد يكون لشيء جديد أو موضوع جديد درس جديد قضية إيش وربط السابق جديد. باللاحق هل هذا وربط السابق باللاحق جميل. هذا أيضا يدخل جميل وأما موضوع استخدام الأساليب غير المباشرة قد يكون أثناء الدرس جميل عرفت شلون قد يكون في التفصيلات يا سلام قد يكون حتى في موضوعات لاحقة جميل يعني أو هوامش للموضوع جميل نعم نحن حقيقة يمكن ربما أخذنا في الأسلوبية في النقاش والحوار أكثر من الوجدانية والمعرفية لماذا؟ لأن الحقيقة أنا مخبئ بعض النقاشات في المعرفية والوجدانية في الأخير ماشي. ولذلك نريد أننا ننتقل دكتور عبد العزيز طيب. إلى الخصائص الأخيرة خصائص الاتصالية إحنا ما سميناها الخصائص الإعلامية قلنا الاتصالية أوضح اللي هي تتعلق بالاتصال التواصل مع الطرف الآخر التواصل جميل. مع التلميذ مع الطالب مع الابن مع المدعو في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كيف يعني تتواصل معه هناك صفات كثيرة من أهمها في موضوع التفاعل ثلاث صفات جميل هي ليست الاتصالية بس ثلاث لكن الذي يهمنا في موضوع التفاعل عشان تحدث التفاعل جميل يحدث التواصل يحدث الاقتناع من المتعلم لكي يستفيد ويقتدي ويتأثر ويشتغل ويطلع ناتج تعليمي ثلاث جميل جميل اللي هي ما نسميها المرونة الاتصالية المرونة نعم والثاني التوازن الاتصالي التوازن نعم والثالث القرب الثالث ايش القرب القرب فإذا جئنا إلى المرونة احنا ليش قلنا انه هذه خصائص اتصالية لانه في كثير من الأحيان لما يوصف لك مثلا بعض الطلاب المعلم يقول لك يا أخي هذا معلم ثقيل هذا معلم صعب هذا معلم لا يستجيب بسهولة وين يتحدث هنا يتحدث عن خصائص عديدة لكن من أهمها هل هو مرن أو ليس مرنا ولهذا نحن يعني طبيعة الشريعة مثلا أو القرآن أيضا في 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 فيما يبينه للدعاة للأنبياء للرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى ونيسرك لليسرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم وما خير بين أمرين وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فتلاحظ هذه المسح هذا تشوف لا يعني قولنا المرونة أنه خلاص أنت دائما سهل لين ضايع الطاسة لا لازم أيضا فيه نوع من الحزم لكنك يعني. لست مشهورا بأنك غير مرن لأن الأصل أن يغلب عليه المرونة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر في الحج قال ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج لكن هل هو لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج مو بدون إطار في إطار يا سلام في يا نظام سلام. في أركان في أشياء أركان في أشياء واجبات في أشياء سنن ملاحظ واضح لكن لا يمكن مع أنه موجودة أركان وواجبات ومحددات
ما يمكن نقول إن ما فيه مرونة. جميل. بل فيه مرونة واضحة كما يقول العلماء. جميل. هذا إذن المرونة. هذه تتعلق بالمرونة. عفوا بس دكتور عبد العزيز، الإخوة والأخوات يعني لعلنا نحظى بشيء من اتصالاتكم، إذا كان هناك من أسئلة ومداخلات فعن طريق الأرقام التي تظهر لكم بارك الله فيكم. النقطة الثانية ما يتعلق بالاتزان. الاتزان. أي نعم. شوف الاتزان داعي كثير من الأحيان الآباء الأمهات المعلمون كثير كلامهم يعني يتحدث طويلا، متحدث غير مستمع. أي غير مستمع. آه. نعم. يعطي التوجيهات، يعطي تلقانا كذا نعطي التوجيهات، نعطي التعليمات، أنت تفعل كذا وافعل كذا وينبغي عليك كذا وواجب عليك كذا، ويشرح ويجيب الأدلة ويجيب، جميل المحتوى، جميل ما نقول شيء في المحتوى. لكن المشكلة هنا أنت أمام إنسان، أمام بشر، سواء كان خاصة اللي صاروا بعد 10 سنوات. نعم، له رأيه وله له. نعم. فلذلك ما الرسول صلى الله عليه وسلم في أسلوبه، حتى المتخصصين الآن يعني في الدراسات يقول لك المدرس الناجح، المدرس الفعال هو اللي يعطي فرصة للمتعلمين، هو الذي يستطيع أن يصل إليهم إلى عقولهم. جميل. يعطيهم المعلومات، يعطيهم يحقق الأهداف وهم يشتركون معه. جميل. لذلك نحن نقول العملية التعليمية هي عملية اتصالية، لكنها عملية اتصالية لازم تكون متوازنة. جميل. بقدر ما تعطي وتتحدث تأخذ. عليك أن تستمع، تستمع وتستقبل وتسمع. ودكتور هذه القضية حقيقة من القضايا الشائكة، عملت مسح في 4 سنوات على طلابنا المستجدين في كل فصل دراسي أول في مقرر مبادئ علم النفس. كم عدد الأساتذة من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي يعطونكم فرصة للحوار والمناقشة؟ أكبر نسبة وصلت إليها في إحدى المجموعات، وكانت أكبر نسبة 5% فقط. وهذه كارثة. 5% فقط، هذه أكبر نسبة، ولا هناك نسبة أخرى يعني أدنى وأدنى. هذه كارثة. لذلك أنت لما تأتي إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجد أنه يسمع منهم. صحيح. يعني يأتون ويسألونه ثم يجاوبهم، ويأتون ويطرحون مشاكلهم. بل الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، في الزنا ويناقش، يأخذ ويعطي معه، شايف كيف. ويعني لما جاءه الرجل وكانوا جالسين قال وين محمد، قال أنا أسمعك صلى الله عليه وسلم، سأله فأجابه ثم سأله فأجاب، وانتهى الدرس، ما فيه إلقاء طويل. جميل. هو إيش، خط مفتوح، حتى قال أفلح إن صدق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا الرجل. والله دكتور عبد تلاحظ إيه. نعم. هذا ما نسميه التوازن الاتصالي. الأم لما تتحدث إلى البنت، طيب ما يخالف أعطيها بس خليها اسمعي منها. يا سلام. الابن وخاصة الكبار بين بين الزوجين دكتور أيضا كذلك، بين الزوجين كذلك، وهذه من أهم الأشياء. صحيح. أنه يأتي لك الزوج وأنا عندي مشكلة، زوجتي يعني لا تطيعني، إلى زوجتي أيضا عندها بعض المشكلات، عندها بعض. طيب لما تبحث عن عدد من القضايا المهمة ومنها هذا الجانب، هل تجلسون، هل تتناقشون، هل ينفتح بعضكم على بعض؟ يا سلام يا سلام. هل وجدت أنت من نفسك أيها الزوج يعني في أيام أو يوم من الأيام أنه فعلا والله ذكرتني بشيء، فعلا أنا فعلا رجعت إلى نفسي، وجدت أنا اللي غلطان وهي اللي صح، ها؟ نبهتني القاعدة مهمة، نبهتني المبدأ مهم، نبهتني شيء أنا ناسيه، عرفت شلون؟ والعكس أيضا صحيح. الحوار والنقاش يفتح يعني أشياء عديدة جدا، بل يمكن من خلاله تكتشف الذات حقيقتها، وأيضا توجه وتعدل السلوك. يعني هناك من يرى يا دكتور أن بعض الأشياء التي حصل فيها من انحرافات فكرية ذات اليمين أو ذات الشمال، إفراط أو تفريط، والقضايا في الحرفات السلوكية جزء من تفسيراتها وضعف وجود هذه البيئة التواصلية في المحاضن التربوية أيا كانت أسرية أو كانت تعليمية. نعم. ما نعرف، ما نعرف ملغى، هو ملغى، المتعلم ملغى، ليس عنده استقلال فكري، ملغى من فكريا من نعم. صحيح. بحيث أنه لا يستمع إليه. جميل. ولا يدخل معه في نقاش وحوار، وهذا من أهم المسائل التي يعني تدرأ كثير من الإشكاليات. النقطة الأخيرة دكتور في الخصائص الاتصالية، القرب. القرب.
وحنا ما نقصد ترى بالقرب هنا القرب المعنوي، لأن القرب المعنوي أشرنا إليه في الوجداني، في الوجداني وأيضا بالأسلوبي، في الأسلوبي وفي المجالات. أي نعم. نحن نتكلم القرب المادي. يا سلام. الأب اللي مبتعد عن أولادها، الأم المبتعدة عن أولادها وبناتها، ما يشوفونها إلا قليل، ما يحظون منها بوقت يسمعون منها وتسمع منهم. الأب أيضا منصرف، يعني أغلب الوقت في تجارته، في عمله مع زملائه، في استراحات. يا سلام. في طيب ماذا يريدون منه؟ مش يبون، أنا جم أوفر لهم كل شيء، ما يحتاجون، الحمد لله كل شيء عندهم. لا، وعبر الجوال من بعد. ونعم، ويمضي الوقت وتمضي السنين، ثم نفاجأ إذا مثلا انحرافات، ضعف، عدم إنجاز. صحيح. فشل. صحيح. دراسي، والانحرافات كبيرة أحيانا يقع فيها الأبناء. إذن وإذا تواجد المربي يا دكتور. نعم. جسديا ومشاركته مع المتربين قضية. نعم. مؤثرة. نعم، يجلس معهم، يحدد لهم أوقات، يسافر معهم، كذلك يعطيهم فرصة إذا احتاجوا. لاحظ معي، لأنه أحيانا مثلا يمكن أنه فعلا مشغول، لكن جاء لهم يا أبي أجلس معك، جزاك أبي الله أشوفك أجلس معك. الله يعطيك العافية دكتور عبد العزيز. نعم. والحقيقة وهنا نقطة أخيرة. أيوة. بس علشان المدرس نفس الشيء، المدرس احنا نسميه الآن، هم يسمونها ساعات المكتبية. أي نعم. أي نعم. لاحظ. أي نعم. الساعات المكتبية والساعات المنزلية التي عبر الهاتف أيضا يتواصلون مع معلمهم. جميل. وأيضا كونه يكون موجود في غرفة المعلمين، إمكانية الوصول إليه، يقف معهم وهم يمشون، يعني لهم نشاطات، لهم طلعات، يعني بحيث أنه هذا كله ما نسميه بإيش؟ إمكانية الوصول إليه. الوصول إليه. نسميها القرب. حتى أهل العلم الحقيقة، الناس أيضا يقولوا لك يعني الشيخ فلاني ما شاء الله أقدر إذا احتجت إليه أجده مثلا كمثال أستفتيه. وآخر ليس كذلك. وآخر ليس كذلك، قال والله ما نحصل على تلفون. جميل. مستحيل. عفوا يعني دكتور، معنا اتصال من ليبيا. أبو عبد الله، حياك الله أخ أبو عبد الله. أخ أبو عبد الله، ولا انقطع الاتصال؟ طيب دكتور جزاك الله خير، لعلنا بارك الله فيكم. موجود؟ ما نسمع شيئا. طيب فصل، جزاكم الله خير. على أي حال، لعلنا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل، عفوا دكتور، هنا حقيقة سؤالين وردا في الواتساب. ما هو رأيك بالعقاب الجسدي للطفل؟ لو كان إجابة سريعة دكتور عبد العزيز حتى نلبي رغبة المشاركين. طبعا الأصل ما ينبغي العقاب الجسدي أبدا، هذا الأصل. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مروهم بالصلاة، اللهم صل وسلم، السابع، واضربوهم عليها ايش؟ العشر. يعني ما هو طفل. جميل. تلاحظ كيف؟ الشيء الثاني الصلاة اللي هي أعظم شيء. جميل. فما دونها كيف؟ الشيء الثالث أيضا أنه هنا قال مروهم بالصلاة لسابع، معناته أنه في أعمال أخرى قبل اللجأ إلى العقاب البدني. جميل. فالعقاب البدني ما نلجأ إليه إلا كاستثناء. جميل. إحنا ما نبي نلغيه، يعني نقول نلغيه، لكن هو إيش؟ استثناء. الأب اللي دائم حط عصا عشان يضرب أولاده، أو الأم التي دائما تستخدم يدها وتضرب مع كل جهة من جسم الطفل، يعني حينما يكون هو الخيار الأول، هنا قضية خطيرة جدا. هذه خطيرة جدا. ولا الخيار الثاني. ولا الثاني. ولا الثالث. صحيح. هو آخر الدواء الكي. يعني آخر شيء، وأيضا ينتبه لا يكون ظلم. جميل. كان إذا كان الرسول قال واضربوهم عليها العشر وهي الصلاة، وأخرها إلى عشر. جميل. وقال أؤمروهم قبل، لاحظ، فإذا معناته أنه قد. جزاك الله خير. أنت إذا تضيق هذه الدائرة بشكل كبير. وليست كانت ولا يكون سلوكا. وهذه عاد محل نقاشات وحوارات يعني بشكل كبير، لكن لا شك أنه ما ذكرت يا دكتور. لكن ترى الدراسات الحديثة كلها تدل على ذلك. وقبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور. طبعا يعني هذا ما قلنا. أحسنت. أي نعم. هذا أكيد ما في شك. جزاك الله خير. سؤال آخر دكتور لحفظ، يقول هذا السائل أو السائلة: كيف أعلم ابني قراءة كتاب بمفرده وفي نفس الوقت أعلمه مشاركة الآخرين والاختلاط معهم حيث أنه يميل إلى الانطواء؟ سؤالين دول. أي نعم.
يقرأ كتاب، يعني يبدو أنه أنه أن القضية يقرأ كتاب مفرد لأنه ظهر يميل إلى هذا الشيء الانطواء فيقرأ. وأيضا هي هو أو هي الأم أو الأب يعني يحب أن يختلط مع الآخرين وعنده الميل إلى الانطواء، ومن الانطواء ربما مارسته لقضية القراءة. شوف احنا لازم نربي في الطفل مثل ما نربي الناحية الاجتماعية نربي أيضا الناحية الفردية. يا سلام. يعني ما يصلح أيضا أنه يصير اجتماعي 100%. نعم جميل. لأن الإنسان يحتاج إلى أن ينفرد في عبادته، ينفرد يا سلام. أيضا ليتعلم ليقرأ ليحفظ. جميل. أليس كذلك؟ يحتاج إلى حتى يحتاج أن ينفرد أحيانا بنفسه ليفكر يتأمل. جميل. فلكن لكن لا يبالغ. وكذلك الجانب الاجتماعي نحن بحاجة إلى أن يكون اجتماعيا يختلط بالآخرين يتأثر بهم يؤثر فيهم يجرب نفسه يتعلم من الحياة. إذن القضية الشمولية يعني الآن من وظائف المدرسة المهمة اللي تطلع بالطفل من عمره عمره 5 سنوات ومقتصر على الأسرة وربما يكون منطوي يخرج إلى زملاء في نفس سنه يلعب معهم يضحك معهم يدخل للفصل معهم يتعلم هو وإياهم. إذن التوازن بين الفردية والجماعية جدا. جزاك الله خير دكتور. لعلنا نأخذ أيها القراءة هذا القراءة اللي عفوا عن يقرأ نحن نؤيد جدا تعويدهم على ايش؟ من وقت مبكر. اي نعم على القراءة، بس انما لا يلزمونهم الزاما قاطعا يعني يجعلهم يكرهون القراءة ويحفزونهم ويحفزونهم مع ذلك. جميل. وايضا لا يتركونهم يقرؤون اي شيء، يجب ان يكون القراءة مناسبة لهم من ناحية العمر. جميل. ومن ناحية الفكر. جميل. طيب أيها الإخوة والأخوات جزاك الله دكتور عبد العزيز، ولعلنا نخرج بفاصل قصير أيها الإخوة حتى نكسب الوقت المتبقي في العودة إلى الخصائص المعرفية الوجدانية ببعض النقاشات وكذلك بعض النقلات التي ممكن أننا نتعاطاها مما ذكرتموه في السؤال التفاعلي. فاصل ونواصل، حياكم الله. أبناؤنا كسفينة في انتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل. عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الرحيم أيها الإخوة والأخوات حياكم الله، لعلنا في الدقائق المتبقية مع أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور عبد العزيز النغيم جزاه الله خير بعد أن استعرض لنا الخصائص والحزم المعرفية والأسلوبية والوجدانية وكذلك الاتصالية، نأخذ بعض الاستفسارات مع الدكتور الحقيقة، ونتمنى من الدكتور عبد العزيز قبل أن نستعرض استطلاعات الرأي وإن كانت كثيرة لن نستطيع أن نأخذ جزءا منها بسيط. دكتور عبد العزيز، هناك من يتحدث حول ما يتعلق بأيهما أكثر تأثيرا، أكثر تأثيرا فيما يرتبط بهذا الجانب. دراسات، نتائج الدراسات في جميع مراحل التعليم كما يذكرها كتب علم النفس التربوي تؤكد على سمات الود والدفء والتعاطف والاهتمام والتعاون والعناية بالمشكلات الشخصية والأكاديمية أن احتلت المراكز الأولى لمرحلة الطفولة والمتوسطة والثانوية والجامعية بهذه المراحل ككل. تعليقكم على هذه القضية بارك الله فيكم. هو هذا الأصل طبعا لا شك أنه، لأنها كما ذكرت أنا في البداية أنه الخصائص الوجدانية هي اللي جاية في الداخل، لاحظ كيف، والمعرفية. جميل. المعرفية تتعلق بالمعرفة عند المربي، والمعرفة هنا يعني أنواع، لكن لما نأتي إلى هذه المعرفة، في معرفة تتعلق بمعلوماته الكثيرة في مجاله وحول المتعلمين، وهذا مؤثر. جميل. جدا. وأيضا ما يتعلق ببنائه الفكري، بناء المعلم الفكري والعلمي، ولذلك تجد الخصائص اللي ذكرنا ثلاث خصائص، ستجد أنها متعلقة بهذه المسائل اللي هي كونه مثلا معرفته واسعة بالطالب. جميل. فيؤثر عليه. أي نعم. شفت لون؟ وأيضا كونه يعرف الطالب معناته أنه عارف هل هذا الطالب يتحمل الجدية أكثر ولا لازم تلين معه أكثر. شوف الحين الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرف طلابه، لما يجي واحد مبتدئ ولا واحد مثلا له طبيعة معينة يلين معه، لما يكونون الثلاثة الذين خلفوا يشد إيش؟ شد عليهم ولا لا؟ جميل. ما تلاحظ هذا؟ جميل. وين الفرق هنا؟ معرفته به هي التي أثرت في التعامل. جدا أثرت. جميل. عليه. طيب دكتور عبد العزيز، أنا قمنا بدراسة مسحية بسيطة جدا عندنا في الكلية، طلبنا من الطلاب اسألوا زملائكم ما هي أكثر الصفات المؤثرة عليك المتعلقة بالمعلم. جميل. كانت بعد التحليل وفرز الصفات 75% منها وجدانية. وجدانية. و17 كانت معرفية. تعليقكم على هذا؟ أيضا هذه كما قلت أنا، لأن أنا ذكرت تحدثت عن المعرفية. نعم. ولم نتحدث عن إيش؟ عن الوجدانية. الوجدانية. جميل. قلنا فيها خمس صفات. جميل. صح ولا؟ أو خمس خصائص وهي أساسية، اللي هي الإخلاص والعدل والأمانة والرحمة والجود. إيش؟ لاحظ أن موضوع الرحمة مثلا والجود هذه صفات في الغالب أنها تكون يعني موجودة عند الشخص في الأصل. صحيح أنه يكتسبها البعض وجيد أنه يعود، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني. إحنا نستدل بهذا أيضا على جميل. أن الانفعال يتعلم. جميل. الانفعال يمكن إيش؟ تعلمه. لكن تروني دكتور، لكن الأصل إيه؟ أنها موجودة عند غالب الناس. موجودة عند إيش؟ غالب الناس. فإيه؟ ثم تنمى تفصل. جميل. هو يا دكتور الذي يلحظ في التعامل مع الطلاب، يلحظ في التعامل مع الأجيال والآخر، أن الجانب الوجداني ربما يسحر الجيل ويؤثر في الجيل أكثر من الجانب. يعني معنى لو كان عندي معلم عنده الجانب المعرفي قوي ولكن الوجداني ضعيف، ومعلم آخر عنده الجانب الوجداني قوي والجانب المعرفي ضعيف، تجد اتجاه الطلاب لصاحب الجانب الوجداني الأكثر، وهكذا بالنسبة للأب. فهنا هل هذه إشارة لأهمية العناية المربي، ليس تقييرا من جانب المعرفي، لكن أهمية العناية المربي بالجانب الوجداني؟ مؤكد. أنا أؤيد هذا الكلام، لكنه ينتبه إلى أنه لا يقصد بالوجداني هنا التساهل.
أكيد الود بحزم، أي يعني لأنه هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله لأنه قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. صح ولا لا؟ نعم. هل هو مثلا قسى عليه؟ ما قسى عليه الرسول، صح ولا لا؟ نعم. هل هو تركه صلى الله عليه وسلم ولم وأهمله بس من أول تنبيه؟ لم يفعل. جميل. يدلك على عنايته ورحمته به، لكن في نفس الوقت قالوا ارجع وصلي فإنك لم تصلي، في محددات. جميل. هناك في قال الرسول للصحابي قال زادك الله حرصا ويش ولا تعد. ولا تعد. جميل. هذا الأول جانب وجداني، والثاني جدا حزم. أي طيب. ولذلك ما نبغى نفهم من الوجداني أنه والله صير الأب سبهلا. جميل. ولذلك يقولون دائما أنه الود والحزم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، كان يقوم لها ويقبل عليها ويقبله ويأخذ بيدها ويجلسها مكان يرحب بها. نعم. لكن هو نفسه الذي كان يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في التعليقات دكتور الزملاء الجمهور من في قضية السؤال التفاعلي ذكر عدد منهم الحقيقة من ما استعرضناه القدوة، ذكر قضية الأمانة، ذكر قضية التعرف على الطرف الآخر، أيضا قضية يكون صبورا بشوشا، أن كذلك أن يراعي الله سبحانه وتعالى ويراقبه. عدد من هذه حقيقة الاستفهامات، عفوا من المشاركات، حول ما يراه البعض فيما يرتبط بقضية صفات المربي. كذلك عفوا يا إخوة أن يكون أيضا كما أيضا هنا شو القدوة تتكرر دكتور بشكل كبير، الرفق والحلم كذلك أيضا ذكر البعض حول هذا الموضوع ما يتعلق به، الإيمان والالتزام، الأمانة أيضا كذلك يمكن عودا إليها، أن يتعلم طرق النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقها. هل لك أيضا إشارة دكتور حول ما ذكروا؟ أتوقع أنها كلها داخلة ممكن تصنيفها للخصائص التي تم الإشارة إليها، وأيضا بعضها صريحة فيها في هذا الجانب. لكم تعليق الله يحفظكم. أي يعني شوف أنا الذي يلاحظ على ما ذكرته من هذه التعليقات ألاحظ ثلاث مسائل. جميل. المسألة الأولى أنه فعلا كثير من الأشياء اللي ذكرها الزملاء وذكرها المعلقون تتوافق مع ما ذكرناه، مما يدل على أنه فعلا توافقت الآراء الصائبة، الآراء التي تريد أن تصل إلى ضبط المسائل ضبطها بما هي عليه فعلا وبما هي مؤثرة. جميل. فهذا مهم جدا. جميل. أن يتواطأ أو أن يجتمع المفكرون أو المعلمون أو المعلقون ذوي. عفوا دكتور عزيز، هنا مثلا إشارة للبعض، مثلا يقول لك اللي هو تحمله المسؤولية، قضية الثقة لديه، قضية قدرتي على قضية اتخاذ القرارات وغير ذلك من الأمور الحقيقة، أيضا قضية النظرة الإيجابية، رسائل الإيجابية للطلاب. أي نعم. هذا الجانب الثاني، لأنه أيضا ما ذكر أيضا من تعليقات يدل على أنه في مسائل قد لا نكون عرضنا لها وهي إيش؟ مؤثرة مهمة، قد يكون تدخل تحت بعض العناوين. جميل. فعلا، وقد يكون ما تدخل، فلذلك ينبغي أيضا العناية بها والاهتمام. جميل. النقطة الثالثة أنه بعض الإخوة يخلط بين أسلوب التعليم وبين الخصائص، خصائص غير أسلوب التعليم. قول أنه القدوة هذا أسلوب، هذا أسلوب، لما أجي أقول له والله أنا أدرسه بالطريقة التلقين، عرفت؟ جميل. أو أدرسه بالتعلم الإشراطي بالإشراط، وهذا ما نبي ندخل بتفصيلاته. جميل. غير لما أقول صفته كذا 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 المعلم. فمن أساليب التعلم، طرق توصيل المعلومة، توصيل الرسالة التربوية، القدوة أو ما نسميه التعلم الاجتماعي. جميل. أو ما نسميه التعلم بالملاحظة. يا سلام. لاحظ، التعلم بالملاحظة هو أنك تلاحظ الشخص النموذج فتعمل مثل. جميل. مثل ما يعمل. وأجيالنا اليوم يا دكتور بأمس الحاجة إلى المربين القدوات، لأن إذا لم يجدوها في المربين الذين لاصقونهم في البيت وفي المدرسة وفي التعليم سيذهبون إلى قدوات أخرى، مشكلة بشكل كبير جدا. النقطة الأخيرة دكتور، وحنا سنختم بإذن الله عز وجل، لكنها نريدها في نصف دقيقة، بارك الله فيك، التزاحم الذي يحصل عند المعلم في الحصة الدراسية ما بين جانبه المعرفي وبين القضايا الثانية الأخرى الأسلوبية والقضايا المتعلقة بالوجدانية، يقول أنا ما أكاد أن أستطيع أوازن، ما هو توجيهك لهذا المعلم بارك الله فيك؟
في الغالب أنا أقول في الغالب، طبعا أنا يمكن يوجد نوادر، لكن في الغالب أن المعلم إذا اعتنى، يعني إذا أراد أن يوصل الرسالة المعرفية والتربوية يستطيع أن يصل. يا سلام. يستطيع حتى أيضا في الغالب، أنا أقول في الغالب، لاحظ معي، يعني وجود الرغبة والاهتمام، وجود الرغبة والاهتمام هذا مهم جدا. جميل. والشيء الثاني أن يعرف من أين تؤكل الكتف. يا سلام. يعني بحيث أني أجمع بين الأشياء الجميلة ولا يفوت علي الوقت ولا يضيع علي شيء. يا سلام. فهذا أمر أتصور أنا يستطيعه جزاك الله خير كثير من المعلمين. يمكن أنا أقول لك يوجد نوادر من الموضوعات يكون الموضوع فعلا شائك، تكون المادة العلمية كثيرة، يتزاحم الوضع، الجدول الدراسي يصير فيه ضغط مثلا، أيضا ربما يمضي وقت يجتهد، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجزاه خير. سعيدين والله جدا جدا دكتور عبد العزيز، نعتبر أن هذه هدية ومكسب اللقاء بكم في مثل هذا الموضوع. أسأل الله أن يبارك في أعماركم وأوقاتكم وعلمكم وأهليكم، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، كنا حقيقة في ساعة مع أستاذ فاضل كريم، نحن نستفيد وما زلنا نستفيد منه، وندعو المربين أن يستفيدوا الحقيقة منه كثيرا، خاصة فيما كتبه بارك الله فيه. والمجتمع أيها الأخوة يعني بيمس الحاجة لمثل هذه المعاني العظيمة الطيبة. الشكر لكم موصول أيها الإخوة والأخوات، خاصة الذين شاركونا في السؤال التفاعل، مشاركات كثيرة الحقيقة، لكم مني سأطلع عليها كاملا بإذن الله عز وجل. وحلقاتنا القادمة في برنامج أسس التربية نستفيد منها، وربما أننا نخص بعض الأشياء منها بإذن الله عز وجل ونذكر بها. استعرضنا أشياء سريعة جدا منها خاصة المتقاطع. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولقاؤنا اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله، وأنتم على خير والحمد لله رب العالمين. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.